في إطار سلسلة الحوارات التي تقوم بها جريدة بريس تطوان، ارتئينا اليوم للقيام بحوار مع أخصائي النفسي عادل صنهاجي مدير جمعية يحيى للأطفال التوحديين. مرحبا، مرحبا لجريدة بريس تطوان. الشكر أيضا موصول لكم كأخوات اللي فكروا أنهم يبحثوا شوية في هذا الموضوع ديال التوحد. شكر ايضا للاخوان واللجنه الصايره على التصوير وعلى هذا الروبورتاج. جمعيه يحيى الاطفال التوحديين هي جمعيه جات فكره من اب اللي مشى في رحله البحث عن تشخيص للتوحد، وتلاقى مع واحد البيدوبسيكياتر اثناء التشخيص تشخص بانه توحد. شنو هو العلاج؟ يعني تطرح البديل ديال العلاج. العلاج ان دائما كنقولوا بانه يلزم انه يكون حصص ديال الترويض، فين غادي يداروا، شنو هي الجهه اللي مسؤوله. جا البيدوبسيكياتر طرح على الاب انكم مزيان انكم عوض تبقاو دير بلاصه وترباط، ديروا شي جمعيه في تطوان. من هنا جات الفكره. جا الاب، بعض الاصدقاء والاخصائيين، دار جمعيه تاسيسي سنه 2009. تاسست الجمعيه في 28 فبراير 2009. من هنا جات الفكره، والاسم ديال يحيى جات من اسم الطفل، يعني كاول طفل اللي كان بجمعيه يحيى، وهو معنى للحياه. يعني حتى الاسم راه كيعطي واحد المعنى للحياه، معنى للتفاؤل، معنى اننا دائما نطمح لمستقبل افضل ان شاء الله. ما هو اضطراب التوحد وكيف يتم تشخيصه؟ بالنسبه للتوحد، هو يظهر ان كاين المام مادام تطرح مشكل ديال الاضطراب، لان دائما كاين الاشكال واش التوحد اضطراب، هل هو مرض، هل هو اعاقه. صحيح ان لجينا نهضروا على التوحد، هو اضطراب في واحد المجموعه ديال 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 المجالات، وبالتالي ما كنتكلموش على توحد. هناك توحدات، اضطرابات التوحد. فاضطراب التوحد هو اضطراب في الانتباه، اضطراب في التركيز، اضطراب في التواصل، اضطراب في الجهاز المناعتي، اضطراب في الديتوكس وكيفية التخلص من السموم، يعني الجهاز الكبدي وكيفية التخلص من السموم ديالو. يعني هي واحد المجموعة ديال الاضطرابات، هادشي اللي جعلنا أننا كنقولوا الاضطراب ديال التوحد. هل الاضطراب ممكن أن يتحول إعاقة؟ نعم، لأن لما كانش واحد لانتيرفونسيون بريكوس ممكن أن الاضطراب ديال التوحد يتحول إلى إعاقة. في الدي اس ام 5 ولا المصطلح واضح، يعني اضطراب طيف التوحد، يعني خرج بهذا الاصطلاح هذا، وما ميش ما بين ساندروم دوريت، وما ميش ما بين لاسبرغر، يعني كل شيء كيدخل ضمن اضطراب طيف التوحد. التوحد ظهر سنه 1943، يعني واحد اضطراب اللي رغم ذلك انه باقي جديد، كيعرف واحد الانتشار اللي هو كبير بزاف. سنه 1943 كانوا 5 ديال الحالات و 10000 ولاده. حاليا كنلقاو ولاده في كل 68 او لا حاله في كل 68 ولاده جديده، وبالتالي فالعدد في تصاعد كبير. وهنا دائما كنا كنتبناو واحد شعار نقول التوحد يزحف فلنتجند له جميعا. يعني هذه الحملات التحسيسيه والوسائل ديال الاعلام من بين الوسائل اللي ساهمت في التوعيه والتحسيس بهذا الاضطراب ديال التوحد. الاسباب لحد الساعه ما كاينش شي سبب اللي هو واضح كيقول لك بان هذا هو السبب اللي كيسبب لنا الاوتيزم. كاين دراسات، كاين ابحاث، كاين المقاربات، كل مقاربه وكتمشي على حساب التوجه ديالها، الا ان المقاربه الاقرب الى الصواب يقال انه مقاربه جينيه، والدليل على ذلك ان لا كانوا دي فغي جيمو، يعني توأم حقيقي، وكان طفل توحد بالضروره غيكون حتى الاخر توحدي. هذا هو اللي كيرشح النظريه الجينيه الاقرب الى الصواب، ولكن لحد الساعه ما كاينش شي اسباب اللي كتقول لك هذه هي المسببات ديال الاضطراب ديال التوحد. صحيح الا جينا نهضروا على المناهج التربويه بالنسبه للاطفال التوحديين، ما يمكن ليناش نقولوا بان هناك منهج ادابتي للطفل التوحد. كاين دي ميثود، كاين مناهج اللي هي كتعتمد على خطوات علاجيه، ولكن كل منهج هناك مدارس اللي كتبناه. يعني كاين اللي كيتبنى
المدارس ما يسمى بالعلاج النسقي لابخوش سيستيميك، كاين اللي كيتبنى المدارس ديال التحليل النفسي، كاين اللي كيتبنى مدارس ديال التحليل السلوكي اللي كومبورتمونتاليست. وبالتالي فالمدرسه اللي عطات نتائج جيده بالنسبه للاطفال التوحديين هي المدارس السلوكيه، والتعامل مع الاطفال التوحديين هو تعامل خاص وفرداني ومفردا، يعني فرداني بشكل فردي مع الطفل، ويعتمد على مشروع مفردا ادابت لهذاك الطفل. يعني ميم ان كيكون جامعهم التوحد، ولكن التوحد ديال الطفل ماشي هو التوحد ديال هذا الطفل، هذا كيتشخصوا صحيح انهم توحدين، ولكن لي كومبيتونس ديال الاطفال كتختلف، وهذا اللي كيجعلنا اننا نهضروا على كل طفل عنده واحد المشروع فرداني. المناهج كما قلت، يعني نطلب من الوزاره الوصيه اللي هي وزاره التربيه الوطنيه والتعليم انهم ادابتيو لنا المناهج التعليميه بالنسبه للاطفال، او الطريقه ديال التكييف المقررات والامتحانات بالنسبه للاطفال التوحديين. نقول ان المنهج الاكثر فعاليه كاين لابيا هي التحليل السلوكي التطبيقي ولا لانيز دو كومبورتمون ابليكي. حاليا كاين التحليل اللفظي للسلوك اللي هي لابيا في بي، يعني عطات نتائج رائعه بالنسبه للاطفال التوحديين بطبيعه الحال، خاصه اللي كانوا في واحد السن صغيره وتعرضوا لما يسمى بالتدخل المبكر. وهناك عده مناهج، الباكس، تيتش، اللوفاز، البادوفان، المونتيسوري، يعني كاين واحد مجموعه كبيره من المناهج ديال التدخل مع الاطفال التوحديين، سواء كتدخل في العلاجات الاساسيه او العلاجات المكمله. كاين اللي يتجه للحميه الغذائيه، كاين اللي يتجه للعلاج بالاكسجين، كاين اللي يتجه للتكامل الحسي، كاين اللي يتجه للتكامل السمعي، يعني واحد المجموعه ديال المناهج اللي جد جد متعدده، ولكن الواحد يحاول ما امكن يختار المنهج الصائب والصالح للاطفال التوحديين اللي كيتجلى في التربيه السلوكيه والنفسيه للاطفال والاسر ديالهم ان شاء الله. المهارات اللي كيكتسبها الطفل التوحدي هنايا داخل هذه المؤسسه؟ من بين المهارات اللي كيكتسبها الطفل التوحدي داخل اقسام الدمج، هناك مهارات التواصل، يعني كيولي عنده سهوله في التواصل بعد العمل ديال المؤطرين كيخدموا على التواصل. وكاين المهارات الاكاديميه، يعني كيقدر يعرف الاشكال الهندسيه، كيقدر يفرق الارقام، يعرف يعني عده مهارات كيكتسبها الطفل داخل اقسام الدمج. كنجبروا صعوبات في التواصل مع الاخرين وفي مع الاطفال اللي يعني اللي في السن ديالو، اللي مع الاصدقاء ديالو، وايضا كنجبروا صعوبات في الطريقه في الكتابه، في القراءه، في المجال المعرفي ككل. عرفت لي كيكتسب الطفل داخل هذه المؤسسه؟ داخل هذه المؤسسه كيكتسب الطفل عده مهارات، لعل من ابرزها التواصل، يعني بعد ما كيكون الطفل التوحدي عنده صعوبه في التواصل في اطار العمل اليومي والتسلسلي مع الطفل، كتولي عنده سهوله في التواصل، وايضا كيكتسب مهارات في الرعايه الذاتيه، لان الطفل التوحدي كيكون كيصعب عليه يلبس بوحده ويتناول بوحده، بعد الحصص الخاصه بالرعايه الذاتيه كيرجع الطفل عنده سهوله انه يلبس بوحده ويذهب للمرحاض ويعمل عده اغراض، يعني بما يخص الرعايه الذاتيه لنفسه. وهناك اشياء اخرى مثل النفسي حركي، يعني الطفل التوحدي كيكون عنده صعوبه في الحركات ولا كيكون عنده حركه روتينيه يوميه، حنا كنحاولوا نتخلصوا من هذا السلوك هذا الزائد، وكنخدموا له على سلوك اخرى، مثلا بحال الرياضه، يكون عنده حركه رياضيه منسجمه، ولا مثلا يقوم برياضات متعدده. في الختام كنشكر الضيف ديالنا على قبول الدعوه، وكنتمنوا للجمعيه المزيد من العطاء والتالق خدمه لهذه الفئه من الاطفال.